الأستاذة أميمة أبو النص، واحدة بين الكاتبات اللي كنا بنقرأ لها كتير قوي في الاقتصاد، وافتكر انه في العالم اليوم كان ليها شغل مميز، صح كده؟ وفي القسم الخارجي برضو في العالم اليوم، صح كده؟ في الجمهورية، جميع الأخبار الخارجية في الجمهورية أنا كنت مسؤولة عنها. تمام، لحد سنة كام يا أستاذ؟ لحد يعني أنا مولودة 33، احسبها أنت بقى. لا أنا أقصد أنت حضرتك كنت في الجمهورية لحد، أنت لسه شباب لحد 33. لا بس أنت لسه شباب برضه لحد 93. لحد 93، بس أنا قعدت أشتغل لحد بعد كده بكتير. كنت بشتغل في العالم اليوم شغل يعني كده. تقصد حضرتك بعد الإحالة للمعاش رحت العالم اليوم فكملت المسيرة؟ أصل أنا كنت شوية لسه بقول يا هادي في الصحافة، كنت أنت حضرتك نجمة في الصحافة. أستاذة هالة جلال دي مخرجة وجاية مع والدتها الأستاذة أميمة. أنت جايبة العيلة كلها؟ الأحفاد، دول الأحفاد كلهم جايبهم دول كلهم أحفاد. أنا ما بطلعش حاجة. في حفيدتك في كلية الإعلام؟ لأن أيوة شمس دخلت كلية الإعلام. ما شاء الله وخدت درجات نهائية. ربنا يخليك اليوم وأنت الخير والبركة دايما. الله يخليك ونتشرف بيكي دايما ويديكي طول العمر ويخليك ويسعدك. ربنا يخليك.